قال فؤاد بربود رئيس الدائرة السياسية لتجمع اليمن للإصلاح في وادي حضرموت إن الإصلاح يسعى إلى توحيد الجهود لرفع المعاناة عن كاهل المواطن. وأشار بربود إلى أن لقاءات الإصلاح المختلفة مع المكونات في المحافظة تهدف إلى تعزيز وحدة الصف الحضرمي. نحن في التجمع اليمني للإصلاح في حضرموت الوادي والصحراء نقوم بعدد من الزيارات والجلسات أيضا الفردية والمجتمعية والاجتماعات مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية على مستوى الوادي والصحراء من أجل تقريب وجهات النظر لوحدة الصف الوطني ومجابهة الميليشيات التي سطت على مؤسسات الدولة وأبرزها وأس المشكلة وأساس أزمة اليمنية وهي ميليشيات الحوثي. فنحن في صف واحد ضد تلك الميليشيات التي انتهكت السيادة اليمنية وانتهكت مؤسسات الدولة.